جامع الأزهر، حساب الأزهر على منصة إكس، تكلم عن المجزرة اللي حصلت امبارح. كما العادة الأزهر ربما هو الصوت الوحيد الذي يتحدث، الأزهر هو الوحيد في مصر اللي بيعلق، يعني على الأقل إن كان حتى بالحد الأدنى كما يوصفه البعض. كتب حساب الأزهر الشريف على منصة إكس وقال: مجزرة النصيرات جريمة وحشية، والإرهابيون الصهاينة بغوا في الأرض فسادا. غزة تتعرض لإبادة جماعية بدعم من بعض الأنظمة والحكومات. مجازر الصهاينة تمثل وصمة عار في جبير الإنسانية. والأزهر يندد بمجزرة النصيرات ويدعو أحرار العالم للاستنفار من أجل غزة، ويدين الأزهر الشريف بأشد العبارات المجزرة الوحشية التي ارتكبها إرهابي الاحتلال الصهيوني المجرم اليوم السبت تجاه المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد و400 جريح في جريمة جديدة تضاف للسجل الصهيوني الأسود تجاه الفلسطينيين أصحاب الأرض. ويندد الأزهر باستمرار دعم بعض الأنظمة والحكومات ومباركتهم لإجرام هذا الكيان الغاشم وارتكابه للمجازر الدموية تجاه المدنيين العزل، بما يؤكد للعالم أجمع أنها حرب إبادة جماعية تجري على أرض فلسطين. والأزهر إذ يدين ويشجب تلك المجازر الوحشية، فإنه لا يزال ينادي ويستصرخ المجتمع الدولي وأصحاب الضمير الحر من أجل وقف نزيف الدم في غزة وحماية المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ وغوثهم، مطالبا بمحاسبة الكيان الصهيوني وملاحقته على انتهاكه القوانين والأعراف الدولية كافة، وعدم السكوت عن مجازر الإرهابيين الصهاينة الذين بغوا في الأرض فسادا بما يمثل وصمة عار في جبين الإنساني. دكتور عصام الصالح تكلم امبارح عن استخدام الرصيف الأمريكي في العملية، في كلام ان تم استخدام الرصيف الأمريكي اللي قيل انه اتعمل علشان الجهود الإغاثية، بيتم الكلام دلوقتي والإشارة الى استخدامه في العملية زي ما قال دكتور عصام الصالح. أشهر عدة وأمريكا تدعي أنها عملت الرصيف لنقل الإغاثة إلى غزة، وشخصيا كنت أشكك وأستغرب من هدفها هذا. اليوم تبين أن منطقة الرصيف البحري كانت نقطة دخول للقوات الخاصة التي تسللت إلى مخيم النصيرات، حيث نفذت عملية إخراج بعض الأسرى الصهاينة، ثم كانت نقطة إخلاءهم خارج القطاع. هذا المكر والخداع الأمريكي يؤكد أنها شريك في الجريمة التي سقط فيها عشرات الشهداء، وأنها من تدير المعركة لصالح إسرائيل. في فيديو حتى موجود لحظة الإخلاء، والفيديو بيوضح منطقة الرصيف الأمريكي اللي موجود على شواطئ غزة بعدما اقتلع البحر، يعني أساسه أو اقتلع جزء كبير منه ولم يعد صالح، ولكنه الباقي منه أو الجزء الباقي منه يبدو أنه بيستخدم للأغراض الحربية عكس ما قالت وأكدت وصرحت به أمريكا فيما سبق. شيرين عرفة الزميلة الصحفية شيرين عرفة لها تدوينة بخصوص الأمر، ممكن نشوفها ونتابعها.